بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أعزائي طلاب شركة أفاق التعليمية الصف الرابع الابتدائي. نحن على موعد مع شرح منهج ومقرر الحاسب الآلي للصف الرابع الابتدائي. درسنا اليوم إن شاء الله التجارة الإلكترونية. كنا قد درسنا في الحصص السابقة في وحدة الإنترنت، درسنا الإنترنت، مواقع الإنترنت، الصفحة الرئيسية للموقع، الارتباط الشعبي، المستعرض، أهمية وفوائد ومميزات الإنترنت، بعض خدمات الإنترنت، متصفحات الإنترنت، وأضرار الإنترنت، والإنترنت والتعليم. واليوم إن شاء الله نختتم الوحدة بدرس التجارة الإلكترونية. أهداف الدرس: تعريف التجارة الإلكترونية، مزايا التجارة الإلكترونية، مشاكل التجارة الإلكترونية، الاحتياطات التي يجب اتخاذها، أشكال مواقع التجارة الإلكترونية، وأخيرا حل تدريبات الدرس. طبعا لما بيجي مصطلح التجارة الإلكترونية أمامي، طبعا ذهني يتجه مباشرة إلى المواقع والتطبيقات الإلكترونية التي نشتري منها عبر الإنترنت أو التي يتم الشراء منها عبر الإنترنت. طبعا ساهم التطور التكنولوجي في القرن 21 في نمو حركة التجارة الإلكترونية عبر مواقع الويب، واشتهرت في تلك الأيام مواقع عديدة للشراء عن طريق الإنترنت. طيب نتجه لتعريف ما هي التجارة الإلكترونية عن طريق الإنترنت، أو ما هو تعريف مصطلح التجارة الإلكترونية. هي عملية البيع والشراء وتبادل المنتجات من خلال الإنترنت عبر المواقع التجارية وتطبيقات الجوال. تاني التعريف: هي عملية البيع والشراء وتبادل المنتجات من خلال الإنترنت عبر المواقع التجارية وتطبيقات الجوال. طيب ما هي مزايا البيع والشراء عن طريق الإنترنت، أو مزايا التجارة الإلكترونية؟ 1- شراء وبيع المنتجات من وإلى جميع أنحاء العالم دون الحاجة لتكبد عناء السفر والتنقل. طبعا دلوقتي في بعض المواقع ممكن أشتري من أي دولة في العالم أريده، وسيصل لي طبعا عن طريق الشحن في مدة زمنية محددة عبر تلك المواقع. 2- متاح 24 ساعة على مدار الأسبوع، طبعا جميع الأيام تستطيع أنك أنت تدخل إلى المتاجر الإلكترونية وتستطيع أن تشتري احتياجاتك. 3- عدم وجود تكلفة إيجار أو شراء متاجر وتجهيزها. طبعا هو أنت شغال عبر الإنترنت، تنشئ موقع إلكتروني أو تطبيق، ولا تحتاج إلى إيجار أو أماكن للبيع والشراء، لكن تكون البيع والشراء عبارة عن طريق الإنترنت. 4- الاختيار بسهولة بين العديد من المنتجات والماركات. طبعا من العديد من المواقع ندخل إليها ونختار ألوان، لو أشتري مثلا ملابس أختار الألوان التي أبغاها، أختار المقاسات التي أبغاها، كل شيء محدد في تلك المواقع. هذه مزايا التجارة الإلكترونية. كلام سليم
وإلى هنا لا توجد أي مشاكل. طيب، هل توجد مشاكل؟ هل التجارة الإلكترونية إيجابيات فقط؟ لا توجد سلبيات؟ لا، رصدت مشاكل سنستعرضها. مشاكل التجارة الإلكترونية: واحد، وجود بعض المواقع الغير موثقة. هناك مواقع غير موثقة، تمام، وهناك مواقع فيها احتيال وسرقة. اتنين، تأخر وصول المنتج في بعض الأحيان، لا سيما المواقع الخارجية، في بعض المنتجات تجلس بالأشهر لا تصل. ثلاثة، عدم وجود ضمانات للدفع عن طريق بطاقات الائتمان. أنت بتدفع عن طريق بطاقة الصراف في بعض المواقع، تستلزم أنك أنت تدفع عن طريق بطاقة الائتمان أو الصراف، وبعد كده لا توجد ضمانات لك في حالة فقدان تلك الأموال. أربعة، إضافة رسوم مبالغ فيها أحيانا مقابل عملية الشحن. الرسوم اللي هي رسوم الشحن، هناك بعض المواقع يكون الرسوم بسيطة، وهناك بعض المواقع تكون الرسوم باهظة ومكلفة. طيب، هل تلك المشاكل توجد احتياطات واجب اتخاذها؟ توجد احتياطات ممكن نحطها في الاعتبار: واحد، اختيار الشراء من مواقع معروفة وموثقة ومشهورة بالمصداقية. اشتري من موقع انا مشهور، او سبق لزملائي او اصدقائي او اخواني التعامل معه، او له شهرة في اوساط الانترنت او اوساط الشبكات الاجتماعية. اثنين، بقدر الامكان اقوم بتحري طرف الدفع الامن، مثل عمليات الدفع عند الاستلام، يعني لا ادفع عن طريق الصراف حقي، لا ادفع عن طريق عند الاستلام، ادفع كاش. ثلاثة، اقوم بمقارنة المنتج وسعره على اكثر من موقع حتى اتمكن في النهاية من اختيار الافضل. المنتج الذي ابغى اشتريه اشوفه على كذا موقع، واشوفه بنفس السعر، اشوفه بنفس الجودة، اشوفه بنفس الامكانيات، ثم اقرر ان اشتريه من موقع اللي بيضمن لي سلامة المنتج وامكانياته واقل سعرا. طيب، اشكال المواقع الالكترونية يا شباب. من أشكال المواقع الإلكترونية مثل أمازون، مثل سوق دوت كوم، ومثل نون، مثل كل دي مواقع للشراء عن طريق الإنترنت. في مواقع خاصة للبيع وتبادل المنتجات المستعملة طبعا، مثل حراج ومثل أوليكس. في مواقع المزادات، وفيها يعرض البائع السلعة والبيع يكون لأعلى سعر يعرضه المشتري. طبعا هنذهب يا شباب لاستعراض بعض المواقع الشراء والبيع. ده طبعا موقع حراج، ده اوليكس، دي المواقع الإلكترونية، ده امازون، ده موقع امازون، وده موقع سوق دوت كوم. دي بعض المواقع الإلكترونية أو مواقع التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت. في نهاية الدرس يا شباب، يجب أن أكون قد تعرفت على ما هي التجارة الإلكترونية، تعريف التجارة الإلكترونية ومميزاتها، وبعض المشاكل التي تواجهنا، والاحتياطات الواجب اتخاذها ضد تلك المشاكل، وتعرفنا على بعض أشكال مواقع التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت. ثم نتجه الآن إلى حل تدريبات. طبعا نتجه إلى حل تدريبات الدرس. معنا السؤال الأول. السؤال الأول: أذكر ثلاثة من مزايا التجارة الإلكترونية. طبعا درسنا تعريف التجارة الإلكترونية ودرسنا مزاياها، وقلنا أن المزايا، افتح معايا صفحة 97 واكتب معايا: اذكر ثلاث من مزايا التجارة الإلكترونية. أول واحدة،
ركز معايا. ها، واحد شراء وبيع المنتجات من وإلى جميع أنحاء دول العالم، دي واحد، يبقى شراء وبيع المنتجات من وإلى جميع أنحاء دول العالم. اتنين، متاح 24 ساعة على مدار الأسبوع، متاح 24 ساعة على مدار الأسبوع. أخيرا ثلاثة، الاختيار بسهولة بين العديد من المنتجات والماركات. يبقى تاني معايا يا شباب، مزايا التجارة الإلكترونية، قلنا واحد شراء وبيع المنتجات من وإلى جميع أنحاء دول العالم، ثلاثة متاح 24 ساعة على مدار الأسبوع، أربعة الاختيار بسهولة بين العديد من المنتجات والماركات. طيب نروح للسؤال الثاني، بيقول من عيوب الشراء عبر الإنترنت إضافة رسوم مبالغ فيها أحيانا مقابل الشحن، العبارة صحيحة أم خاطئة؟ طبعا العبارة صحيحة، توجد مشاكل أو عيوب عبر المتاجر الإلكترونية عبر الإنترنت، أن في بعض المواقع تضيف مبالغ ورسوم باهظة على عملية أو مبالغ فيها على عملية الشحن. أخيرا وليس آخرا أعزائي الطلاب، سعدت بكم في درس التجارة الإلكترونية، نلتقي إن شاء الله في دروس قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.